ظهرت لبيبة فاسألوها فلب القول ما قالت لبيبة. أهلا بكم، نورتونا وشرفتونا وتساعدونا بالعلم، ونقدر نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عن طريق تدرب بعض الأمراض وتنورت الفيروسات الطيور. مصرف طيور، هل يعني تجيبوا تشوفوا منين؟ فإن ظهرت لبيبة فاسألوها فلب القول ما قالت لبيبة. لا ولا للطيور الشارع والبياع والمصدر. عندك معلومات تاريخ البيطرية ومديريات الزراعة، دي أمن وأحسن منظرة معلومة ناحية ومكشوفة عليها، لأن الدم والبياع ممكن تكون مزرعة الكثير من الأمراض. اشتري الطيور من معامل تطبيق البيطرية وبين نفسك لبيبة فاسألوها فلب القول ما قالت لبيبة. فرحتك بأكل الطيور وعدم إصابتكم بأذى ليس دليل على أنك أبعدت القدر عن صحتك وصحة أولادك. طب أنا إزاي أعرف إن فراخي عيانة؟ وصف للدكتور مفيد إنك بدأت بالاهتمام وتقدير مدى الخطورة. الصراحة أوي يا لبيبة، أصل أنا قلقت على أهلي وأولادي. الطيور عندها انفلونزا، اي طيور يزرع عليه الاعراض اللي هنقولها دلوقتي كلها وبعضها.
قالت لبيبة فاسألوها فلب القول ما قالت لبيبة. وأخيراً وأهم شيء هو تعاون